مع تصاعد الاشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة، تطرح احتمالات وفرضيات غربية بأن ينزح آلاف الفلسطينيين من غزة إلى الحدود المصرية إذا ما استمر الصراع. ولكن عملية نزوح الفلسطينيين إلى الحدود المصرية وإمكانية تجاوزها إلى داخل سيناء تحمل عددا من المخاطر والتداعيات التي لا يمكن أن تقبل بها مصر.